نبدأ إذن. خذوا لو سمحت الوحدة رقم 22. الوحدة رقم 22 عنوانها التأمين على الحرائق. أوكي، التأمين على الحرائق. راح أقفل الشات يا شباب. يا بالنسبة للوحدة هذه يا شباب راح نشوف مع بعض مفهوم التأمين للحريق، يعني ايش الحريق بالمعنى التأميني، وراح نعطيكم بعدين شروط الحريق بالمعنى التأميني المقصود، يعني مو كل حريق يسمى بحريق في التأمين، وانما هناك شروط وجب ان تتوافر هذه الشروط حتى نقول انه هذا الحريق يسمى بحريق. اوكي، ونعطيكم مفهوم تأمين الحريق، ونعطيكم مدى قاطع. مدى قاطع المقصود فيه يعني وثيقة التأمين على الحريق هذه ايش الاشياء التي تغطيها، والاستثناءات يعني وثيقة التأمين على الحريق هذه ما هي الاشياء الغير مشمولة بهذه الوثيقة. اوكي، فهنا يا شباب في المقدمة نعطيكم بإيجاز المقدمة. في المقدمة يقول يا شباب انه بالطبع من اكبر المخاطر وذات أهمية كبيرة هي خطر الحريق. فخطر الحريق يا شباب يعني تعاني منه جميع الدول، وبذلك وجب علينا تأمين يعني أنفسنا من خطر الحريق، أو تأمين المنزل، أو تأمين المصنع، أو تأمين المحل من خطر الحريق. ليش؟ لأنه خطر الحريق يا شباب إذا صار خطر حريق يعني خسائره تكون عالية وكبيرة جدا. وبالرغم من أنه سوينا عدة سياسات وعدة أساليب وقائية لكي نتفادى خطر الحريق، لكن إيش يقول لك؟ أن خطر الحريق هذا لا زال يعني موجود، ولا زال يعني يعتبر خطر كبير جدا، ويؤدي إلى خسائر جسيمة فبالتالي هنا وجب على الفرد أو على المنشأة أن يؤمن نفسه من خطر الحريق. أوكي، فهنا مفهوم التأمين للحريق، إيش المقصود بالحريق؟ المفهوم يقول الحريق يا شباب هو عبارة عن كل اشتعال فعلي وظاهر يصحبه لهب وحرارة ودخان وينشأ لا إراديا وينتج عنه خسارة مالية للأصل موضوع الحريق. هذا هو مفهوم الحريق بالمعنى التأميني. يعني هنا لو تلاحظ معي يا شباب يا بنات، لو تلاحظوا معي في التعريف هذا هناك عدة شروط لا بد من وجود هذه الشروط، لا بد من توافر هذه الشروط حتى يسمى الحريق بحريق بالمعنى التأميني. فبالتالي هنا الشروط هذه، أول شرط إيش قال؟ قال أنه لا بد أن يكون هناك اشتعال فعلي وظاهر. المقصود بالاشتعال الفعلي والظاهر يعني يرى بالعين المجردة، هذا الشرط أول. لا بد على الحريق أن يرى الاشتعال بالعين المجردة، وبالطبع الاشتعال هذا ينتج عنه لهب وينتج عنه حرارة وينتج عنه دخان. هذه هي يعني مفهوم أو شروط الحريق بالمعنى التأميني. يجب أن يكون الاشتعال ظاهر ويرى بالعين المجردة، ويصحب هذا الاشتعال يصحبه إيش؟ دخان ولهيب وحرارة. فهنا على سبيل المثال إيش قال؟ على سبيل المثال الاختراق الذاتي أو التفحم، بالطبع يا شباب الاختراق الذاتي أو التفحم لا ينتج عنه لهب ولا ينتج عنه حرارة. فبالتالي هنا ما راح نقدر نسميه ايش؟ حريق بالمعنى التأميني. ليش؟ لانه احنا قلنا من بين شروط الحريق لابد ان هناك حرارة وهناك لهب. الاحتراق الذاتي والتفحم لا تنتج عنه لا 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 لهب ولا ينتج عنه حرارة، فبالتالي ما نقدر نسميه حريق بالمعنى التأميني. هذا النقطة الثانية، يقول الخسائر التي تلحق بالأصول عند تعرضها للغاز بهدف التسخين أو التجفيف لا يعتبر حريق بالمعنى التأميني. بمعنى يا شباب لو إنسان يعني في البيت شعل نار، والهدف من إشعال النار هو إيش؟ التدفئة، أو الهدف من إشعال النار هو إيش؟ الطهي،
او الهدف من اشعال النار هو مثال تجفيف الملابس. فبالتالي هنا بالرغم انه هناك لهب، بالرغم انه هناك حرارة، وبالرغم انه الاشتعال يرى بالعين المجردة، لكن هنا ايش النار التي تم اشتعالها هي لأغراض معينة لأهداف معينة، فبالتالي لا يمكن ان نعتبرها حريق. الشرط الثاني بالطبع يا شباب يا بنات، يجب ان يكون الاصل موضوع الخطر هذا هو في حالة استخدام. وعلى سبيل المثال يقول لانه الغاز يا شباب يا بنات الذي يستعمل في المنزل للطهي، او الغاز الذي يستعمل في المصانع، هنا يتطلب منا اشعال النار، وهذا بالطبع لا يعتبر حريق بالمعنى التمييزي. ليش؟ لانه النار التي اوقدناها في البيت هو الهدف منها ايش للطهي، او النار التي اوقدناها في المصنع الهدف منها ايش هو مثلا تشغيل الالات او التدفئة، والغاز المستعمل مثلا للإنارة، او الغاز المستعمل للتبريد، او الغاز المستعمل للتدفئة، هذا كله لا يسمى بحريق بالمعنى التأميني. والشيء الثاني يا شباب، يعني كما تعلمون في الماضي في السابق يعني الباخرة والقطار كان يستغل بالفحم الحجري، فبالتالي وجب علينا إشعال الفحم الحجري حتى يعطي إيش قوة دفع، طاقة دفع حتى تدفع القطار أو تدفع الباخرة. فهنا يعني الفحم في حالة اشتعال لا يعتبر حريق بالمعنى التأميني. ليش؟ لأنه راح يعطي هدف معين أو لغرض معين. الآن العكس، إذا كان الغاز أو إذا كان الفحم يعني في مخازن، موجود في مخازن وبالطبع لم يكن مستعمل، فإذا صار حريق فيه وقتها يسمى حريق بالمعنى التأميني. يعني لو إنسان عنده محل لتخزين أكياس الفحم حتى يتم بيعها مثلا في فصل الشتاء، فأكياس الفحم هذه إذا صار فيها حريق وقتها يسمى بحريق بالمعنى التأميني. الشرط الثالث، وبالطبع هذا شرط أكيد جدا، يجب على الحادث يعني الحريق يجب أن لا يكون إراديا، والمقصود بالطبع أن لا يكون إراديا يعني أن لا يكون بفعل فاعل أو أن لا يكون متعمد. أوكي، فهنا يعني شرط الغير إرادية على الشرط رقم ثلاثة حتى يصبح يعني أو حتى يسمى الحريق بحريق بمعنى التأميني. وبالطبع يا شباب هنا الشيء الثاني، عند وقوع الحريق لا بد على الشيء اللي انت الامن ضد حتى الحريق لا بد انه تصيبه خسارة. فبالتالي هنا اذا انت مأمن على مثلا، نقول احنا مأمن على الاساس الموجود في البيت وصار حريق في البيت، لكن النار لم تصل بعد الى الاساس، يعني الاساس لم ينقص، الخسارة لم تصيب الاساس، فهنا بالطبع بالنسبة لشركة التأمين هذا لا يسمى بحريق. والعكس الآن، إذا أنت مأمن الأساس ضد خطر الحريق وصار الحريق والحريق هذا وصل للأساس وأدى إلى خسارة في الأساس، وقتها يسمى بحريق بالمعنى التأميني، ويحق للمؤمن له التعويض أو المطالبة بالتعويض. فبالتالي هنا شو يقول لي؟ لا بد على الأصل موضوع خطر يا شباب يا بنات، لا بد على الأصل موضوع خطر أن تلحق به خسارة مادية، أوكي، نتيجة للحريق، حتى نقدر نقول أن الحريق هذا يسمى بحريق بالمعنى التأمين. وفي صورة ما إذا الحريق لم يؤدي إلى خسائر مادية في الشيء موضوع التأمين فلا يمكن اعتباره حريقا بالمعنى التأمين. مفهوم تأمين الحريق هو بالطبع يا شباب، تأمين الحريق هو مثل أي تأمينات، مثل تأمين السيارة، مثل تأمين السرقة، مثل تأمين البحري إلى آخره. هنا مفهوم التأمين الحريق يا شباب هو عبارة عن عقد بين طرفين،
الطرف الاول هو شركة التأمين بالطبع، والطرف الثاني هو المؤمن لها، حيث ان شركة التأمين تتعهد انها تعطي تعويضات المؤمن له عن جميع الخسائر التي يكون الحريق هو السبب المباشر او السبب القريب لوقوع تلك الخسائر او الاضرار المادية. وبالطبع مقابل هذا، مقابل هذا المؤمن له سوف يعطي قسط التأمين، فهذا ما يسمى بالتأمين على الحريق، هو عقد بمقتضى تلتزم شركة التأمين أن تعطي تعويضات للمؤمن له عن جميع الخسائر التي يكون سببها الحريق هو السبب المباشر أو السبب القريب، ومقابل ذلك يقوم المؤمن له بدفع قسط أقساط التأمين أو قسط التأمين إلى شركة التأمين. هذا هو مفهوم التأمين على الحريق. العنصر المواري قال يقول الخسائر المالية المترتبة على خطر الحريق ومدى الترقية. يعني هنا راح نشوف يعني ما هي الأشياء المشمولة بوثيقة التأمين على الحريق. فهنا بالطبع يا شباب أن عقد التأمين على الحريق لا يغطي فقط الحريق أو الخسائر الناشئة أو الخسائر الناشئة عن خطر الحريق فقط، وإنما عقد التأمين على الحريق أو وثيقة التأمين ضد خطر الحريق تغطي عدة أشياء أخرى ويكون يعني سببها الحريق. فهنا راح نرجع يا شباب نوعين من وثائق التأمين على الحرارة. هناك ما يسمى به وثيقة التأمين النمطية أو نسميها الوثيقة العادية. هذه الوثيقة إيش تغطي؟ بالإضافة إلى خطر الحريق هذه الوثيقة راح تغطي السواعق وانفجار الغاز المستعمل للإنارة وللحاجيات المنزلية في مبنى لا يصنع فيه الغاز. يعني يا شباب يا بنات هنا الرجاء التركيز، لابد على الطالب والطالبة أنه يعرف أنه الوثيقة العادية هذه الوثيقة النمطية إيش تغطي. أوكي، فالوثيقة النمطية هذه أو الوثيقة العادية تغطي شيئين بالطبع، تغطي خط الحريق هذا مفروغ منه، وإضافة إلى خطر الحريق تغطي خطر السواعق. يعني إذا صارت صاعقة وأدت الصاعقة إلى خسائر يحق لصاحب الوثيقة أن يطلب التعويضات. وتغطي كذلك الوثيقة النمطية العادية يعني انفجار الغاز، يعني إذا انفجر غاز وأدى إلى خسائر، لكن بشرط يا شباب بشرط أن الغاز هذا هو يعني مستعمل للإنارة أو مستعمل للطهي أو مستعمل للحاجات المنزلية أو مستعمل للتدفئة. ولكن إذا كان يا شباب يا بنات إذا كان المصنع ينتج الغاز، أوكي، إذا كان المصنع ينتج الغاز وصار فيه حريق أو صار فيه انفجار فشركة التأمين لا تقبل التعويض. ليش؟ لأنه المبنى هذا يصنع في الغاز وبالتالي درجة خطورة فيه عالية فيه، فشركة التأمين ترفض أنه تأمنه وترفض أنه تعطي التعويضات في صورة ما صار الحريق وكان سببه يعني ذلك الغاز اللي المصنع عمال ينتج فيه أو يصنع فيه. الوثيقة الثانية هي وثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية. هي اسمها إيش؟ اسمها الوثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية، بمعنى يا شباب ملحق. يعني إيش الملحق؟ الملحق هي تلك الوثيقة اللي نقدر نعدل فيها أو نضيف فيها أو ننقص فيها عدة شروط من عقد التأمين، هذا المقصود بالملحق. فوثيقة التأمين النمطية هذه من خلال الملاحق الإضافية تغطي إيش؟ أخطار البراكين وأخطار الفيضانات وأخطار العواصف، وتغطي كذلك الأخطار الاضطرابات والشغب، تغطي كذلك الانفجار، تغطي كذلك الطائرات والأشياء التي تسقط منها. هذه كلها الأشياء التي تغطيها وثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية. فبالتالي على الطالب والطالبة أنه يقدر يفرق بين الوثيقة النمطية العادية وإيش تغطي والوثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية ما هي الأشياء التي
تغطيها. نقدر أنا نسألكم سؤال على سبيل المثال، على سبيل المثال نقول لك أن وثيقة التأمين النمطية العادية تغطي مثلا خطر البراكين، هذا خطأ. ليش؟ لأن هذا الخطر تغطيه وثيقة التأمين النمطية من خلال الملاحق الإضافية. فبالتالي هنا نقدر نسأل عدة أسئلة صح وخطأ أو عدة أسئلة خيارات. الوثيقة الثالثة هي الوثيقة الشاملة، وثيقة تأمين شاملة. بالطبع هنا يا شباب هي اسمها شاملة، فبالتالي تغطي جميع الأخطار السابقة. يعني إيش الأخطار السابقة؟ الأخطار التي تكون موجودة في الوثيقة النمطية العادية والأخطار التي تكون موجودة في الوثيقة النمطية من خلال الملاحق الإضافية، جميع الأخطار اللي شفناها، بالإضافة مع تأمين المخاطر المسؤولية المدنية تجاه الغير. يعني هي اسمها وثيقة تأمين شاملة. على سبيل المثال لو إنسان عنده بيت والبيت هذا مؤمن بوثيقة تأمين شاملة وصار حريق في البيت، أدى إلى إيش؟ أدى إلى خسائر في بيت الجار، البيت المجاور. صاحب البيت الأول هو المسؤول عن جميع الخسائر التي حدثت للبيت الثاني. ليش؟ لأنه هو مؤمن تأمينا شاملا، والتأمين الشامل يغطي يعني إيش؟ تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير. هذا الأنواع وثائق التأمين يا شباب والأشياء التي تغطيها. راح نشوف الآن الاستثناءات. يعني إيش الاستثناءات؟ يعني الأشياء التي لا تغطيها وثيقة التأمين على الحريق، الأشياء التي لا تغطيها وثيقة التأمين على الحريق. أول شيء يعني أن هذه الوثيقة لا تغطي الأموال التي تسرق قبل الحادث أو خلاله أو بعده. يعني يا شباب في صورة ما صار حريق في منزل من المنازل وهناك شخص استغل الفرصة والفوضى و سرق بعض الأموال من المنزل، فشركة التأمين ما راح تعطي التعويضات لصاحب البيت. فيقول لك أنه الأموال التي تسرق قبل الحادث أو خلال الحادث أو بعده لا يقع تعويضها. النقطة الثانية يعني شركة التأمين ترفض أنها تعطي تعويض عن الأموال التي تتضرر ويكون سبب ضررها إيش؟ يعني تفاعلها الذاتي أو تأكسدها البطيء أو ارتفاع حرارتها. ليش؟ لأنه الأموال يا شباب الأموال في إمكانية أنه لو تأخذ مثلا ورقة نقدية أو اثنين أوراق نقدية ويتم يعني حك الورقتين النقدية في إمكانية أنه تولع نار بين الورقتين النقدية. فبالتالي هنا إذا الأموال يعني تضررت بسبب ايش؟ بسبب احتراقها الذاتي او بسبب تفاعلها الذاتي او بسبب يعني ارتفاع حرارتها، فهنا شركة التأمين ترفض انها تعطي التعويض لصاحب الاموال. الحالة الثالثة هو يقول انه هلاك او ضرر الذي يلحق بالالات والاجهزة الكهربائية ويكون سببها ايش؟ هو ارتفاع او زيادة في الطاقة او انقطاع التيار الكهربائي او شرارة كهربائية الى اخره. فبالتالي هنا يا شباب اذا انفجرت آلة كهربائية، والآلة الكهربائية هذه ادت الى اندماع حريق مما ادى الى خسائر في البيت، فان شركة التأمين ترفض أنا تعطي التعويضات. ليش؟ لأنه السبب الرئيسي والسبب المباشر والسبب القريب لاندلاع الحريق هو انفجار الآلة الكهربائية، وبالطبع انفجار الآلة الكهربائية هو مستثنى من وثيقة التأمين على الحريق. وبالطبع يا شباب هنا نفس الشيء، يعني هذه الوثيقة تستثني أنه إذا تم إحراق أشياء بأمر من الدولة أو بأمر من البلدية أو بأمر من سلطة عامة. بالطبع هذه الأشياء يعني تم حرقها بأمر من سلطة عامة، فبالتالي لا يحق لصاحبها أن يطالب بالتعويضات.
نفس الشيء هذه الوثيقة لا تغطي يعني جميع الخسائر التي تكون سببها ايش؟ مواد نووية، إشعاعات نووية، أو يعني أسلحة عسكرية، هذه لا تغطي الوثيقة هذه الخسائر. النقطة الأخيرة التي لا تغطيها هذه الوثيقة يعني هلاك أو ضرر متسبب في أو الناس اللي تاريخ مباشر وغير مباشر عن الحرب والغزو والعمليات العسكرية. بالطبع يا شباب هذا منطقي جدا، يعني إذا صارت حرب أو غزو عسكري في منطقة ما في بلد ما، فبالطبع يا شباب يا بنات أنه الغزو العسكري هذا دائما ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه عدة خسائر مادية، فشركة التأمين لا تعوض الخسائر المادية التي تكون سببها إيش؟ الحروب أو الغزوات أو العمليات العسكرية. هذه الاستثناءات التي لا تغطيها وثيقة التأمين على الحرب. هذا الوحدة رقم 22 وكان موضوع التأمين على الحرب. نمر الآن لو سمحتم إلى الوحدة رقم 23. الوحدة رقم 23 هي يعني موضوعها كيف يتم حساب قصة التأمين يا شباب، وهذا بالطبع مهم جدا. يعني أنت لما تروح إلى شركة تأمين، ليش شركة تأمين تطلب منك حساب قصة من 1000 ريال أو 500 ريال أو 2000 ريال؟ فهنا راح نعرف كيف يتم حساب قصة التأمين، كيف يتم حساب قصة التأمين. بالطبع هنا يا شباب يا بنات لو تلاحظوا معي راح نلقى قسمين أو نوعين من أقساط التأمين. هناك القسط الصافي وهناك القسط التجاري. راح نعطيكم مفهوم القسط الصافي وكيف يتم حساب القسط الصافي، وراح نعطيكم بعدين مفهوم القسط التجاري وكيف يتم حساب القسط التجاري، والنقطة الأخيرة بالطبع راح نعطيكم شروط قسط التأمين. فهنا يا شباب لو تلاحظ معي أن عملية التأمين أو عملية التأمين هي تختلف عن باقي العمليات. ليش؟ لأنه في الخدمات الأخرى يتم تحديد السعر عن طريق الطلب والعرض. الطلب والعرض، فكلما زاد الطلب إلا وزاد السعر. فشركة التأمين هنا هذه القانون أو هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة لشركة التأمين في تحديد قسط التأمين، لا تطبق هذه القاعدة. يعني الطلب والعرض لا يطبق في شركة التأمين ليتم حساب يعني قسط التأمين، وإنما قسط التأمين أو سعر التأمين يا شباب يتم تحديده من طرف شركات التأمين، شركات التأمين. وفي بعض الحالات يعني تدخل الدولة في تحديد قسط التأمين. فهنا راح نعطيكم الأول كيف يتم حساب قسط التأمين في تأمينات الممتلكات والمسؤولية. يعني تأمينات الممتلكات مثلا تأمين السيارة، مثل تأمين البيت، تأمين المحل إلى آخره، كيف يتم حساب القسط. فهنا يا شباب شركات التأمين لحساب قسط التأمين يعني تقوم عادة شركة التأمين بحساب القسط الصافي، ثم يتم حساب القسط التجاري. والقسط التجاري يا شباب البنات هو ذلك القسط اللي راح يدفع المؤمن له إلى شركة التأمين. بمعنى يا شباب لما أنت تروح إلى شركة التأمين عشان تأمن السيارة، شركة التأمين راح تطلب منك تقول لك أعطيني 1500 ريال. ال 1500 ريال هذه هي القسط التجاري، فبالتالي القسط التجاري هو ذلك القسط اللي راح يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين. راح نعطيكم مفهوم القسط الصافي وكيف يتم احتساب القسط الصافي. القسط الصافي يا شباب هي تلك الأموال التي تكفي فقط لتعويض الخسائر بدون النظر إلى أرباح الشركة، وبدون النظر إلى يعني أو أخذ بالاعتبار عدة عمليات أخرى. فبالتالي القسط الصافي هي تلك الأموال أو ذلك القسط الذي يكفي لتغطية
او لتسديد او لسداد يعني الخسائر والتعويضات بس، بدون النظر الى الارباح، بدون النظر الى المصروفات الاخرى، بدون النظر الى يعني عمليات التامين وارباح شركة التامين. فبالتالي هنا نجم نقول انا ان التزامات المؤمن لهم هي التزامات المؤمن، يعني الاقساط اللي راح يدفعها المؤمن له هي تلك الاقساط التجارية، والقسط الساقي هو ذلك القسط الذي يكفي فقط للتعويضات بس. فهنا لو تلاحظ القانون الثاني يقول لك القسط الساقي هو عبارة عن معدل الخسارة، وراح نعطيكم القانون كيف يتم حساب القسط الساقي. فهنا درسنا مع بعضنا يا شباب في وحدة من الوحدات معدل الخسارة، وقلنا أن معدل الخسارة هو هي قيمة الخسارة التي حدثت على قيمة الشيء موضوع التأمين. فالقسط الصافي كيف يتم حساب القسط الصافي؟ راح ناخذ معدل الخسارة مضروب مبلغ التأمين. هذا القانون حق القسط الصافي، معدل الخسارة ضارب مبلغ التأمين. راح نعطيكم مثال على ذلك بعدين، راح نعطيكم مثال. وهنا يا شباب نلاحظ معي أن شركة التأمين يتم تحصيل القسط الصافي من المؤمنين لهم في بداية السنة، في بداية السنة، والتعويضات بالطبع تصير في نهاية السنة. فبالتالي بما أنه القسط الصافي يتم تجميعه، يتم تحصيله في بداية السنة، والتعويضات راح يتم إعطاءها أو إسنادها للمؤمن له في نهاية السنة، فبالتالي شركة التأمين تقدر تستثمر أموال القسط الصافي، فبالتالي نقدر احنا نستثمرها. وبالطبع لما نستثمر تلك الأموال هناك إيش؟ هناك فوائد، هناك عائد على الاستثمار أو فائدة الاستثمار. فبالتالي هنا القسط الصافي نقدر نقول احنا أن القسط الصافي يساوي احتمال وقوع الحادث أو معدل حدوث الحادث، نفس الشيء، ضارب مبلغ التأمين ضارب القيمة الحالية لوحدة النقد عند سعر الفائدة. يعني يا شباب القسط الصافي راح ناخذ التردد النسبي لوقوع الحادث أو احتمال وقوع الحادث أو معدل وقوع الخطر، راح نضربه في مبلغ التأمين وراح نضربه في قيمة الريال الحالية مثلا. فبالتالي هنا على سبيل المثال قيمة الريال بعد 10 سنوات ما راح تكون هي نفسها، فلا بد أني نحسب أنا قيمة الريال بعد 10 سنوات، نضربها مثال في معدل الخسارة ونضربها في مبلغ التأمين. وبالقانون هذا نلجأ القسط الصافي. على سبيل المثال، هذا مثال بسيط وسهل جدا، يقول في مدينة ما شد 1000 حريق السنة الماضية عن جملة 250,000 مسكن. يعني عندي هنا العدد الإجمالي للمنازل هو 250,000 منزل. من 250,000 منزل صار حريق لألف منزل. 1000 منزل هذه حجم خسائرها قدر ب 200,000 ريال. حجم الخسائر لألف منزل قدر ب 200,000 ريال. فبالتالي هنا احنا قلنا ان القسط الصافي يساوي معدل حدوث الحادث ضارب مبلغ التأمين. نحسب معدل حدوث الحادث. اذا نحسب معدل حدوث الحادث، معدل حدوث الحادث هو 1000 منزل تقسيم 250,000 منزل. يعني التردد النسبي، شفناها القانون هذا يا شباب يا بنات، التردد النسبي، معدل حدوث الحادث او التردد النسبي او احتمال حدوث الحادث كلها نفس الشيء. القانون يقول انه التردد النسبي هو عدد الوحدات التي تعرضت للحادث على عدد الوحدات الاجمالي. هنا عندي 1000 وحدة تعرضت للحادث وعندي 250,000 وحدة اجمالية، فبالتالي التردد النسبي او معدل حدوث الحادث هو 1000 على 250,000. راح نلقى 0.004 هذا معدل حدوث الحادث. وبما انه
مبلغ التأمين يا شباب، بما أنه مبلغ التأمين يساوي 200,000، راح ناخذ 0.004 مضروب 200,000، راح نلقى 800 ريال. 800 ريال هذه هي قسط الصافي، هي القسط الصافي. بهذه الطريقة يتم حساب القسط الصافي، بهذه الطريقة أو بهذا القانون يتم حساب القسط الصافي. بالنسبة للقسط التجاري، كما قلت لكم يا شباب، القسط التجاري هو ذلك القسط الذي راح يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين. فبالتالي القسط التجاري يا شباب دائما القسط التجاري أكبر من القسط الصافي. ليش؟ لأن القسط التجاري يساوي القسط الصافي زائد التحميلات. هذا هو القسط التجاري. القسط التجاري هي تلك الأموال اللي راح يدفعها المؤمن له إلى شركة التأمين. فبالتالي القسط التجاري يساوي القسط الصافي ونزود عليها التحميلات. ايش المقصود بالتحميلات؟ التحميلات يا شباب يعني راح نزود هامش الربح. التحميلات يا شباب يعني راح نزود تكلفة الخدمة التأمينية. التحميلات راح نزود مثلا الأداءات. هذه كلها تسمى بالتحميلات. فالتحميلات هنا راح نلقى مصروفات الإدارية والعمومية، راح نلقى هامش الربح للشركة، راح نلقى العمولات وتكاليف الإنتاج، راح نلقى احتياط في التقلبات العكسية. هذه كلها تسمى بالتحميلات. فشركة التأمين لابد أن يتم إدراج وإدخال التحميلات هذه في القسط التجاري. فبالتالي القسط التجاري يساوي القسط الصافي زائد التحميلات هذه كلها. نعطيكم على سبيل المثال هنا كيف يتم حساب القسط التجاري. كيف يتم حساب القسط التجاري؟ المثال سهل وبسيط. هنا يطلب مني، يقول لي احسب القسط التجاري اذا كان مبلغ التأمين يقدر ب 400 ريال وان معدل الخسارة يقدر ب 0.0022 وكانت المصاريف الإدارية والعمومية تمثل 15% من القسط الصافي وهامش الربح يمثل 18% من القسط الصافي واحتياطي التقلبات العكسية يمثل 3% من القسط الصافي. بالطبع يا شباب يا بنات، احنا قلنا انه القسط التجاري يساوي القسط الصافي زائد التحميلات. اول خطوة نقوم بها هي ايش؟ ان نحسب القسط الصافي. احنا قلنا القسط الصافي يساوي معدل حدوث الحادث ضارب مبلغ التأمين. فبالتالي هنا راح نلقى معدل حدوث الحادث اللي هو 0.0022 مضروب 4000، 4000 اللي هو مبلغ التأمين. راح نلقى القسط الصافي يساوي 800 ريال. راح عفوا 88 ريال. القسط الصافي يساوي 88 ريال. القسط الصافي هذا راح نزود عليها تحميلات. راح نزود عليه ايش؟ التحميلات. التحميلات بالطبع يا شباب راح ناخذ 15% من 88 ريال اللي هي عبارة عن هامش مصاريف الإدارية، وراح ناخذ 18% من 88 ريال اللي هي عبارة عن هامش الربح، وراح ناخذ 3% من 88 ريال اللي هي عبارة عن ايش؟ يعني التقلبات العكسية. فبالتالي التحميلات يا شباب، تبع معي لو سمحت، التحميلات تساوي التحميلات لحالها هي 15% ضارب 88 ريال زائد 18% ضارب 88 ريال زائد 3% ضارب 88 ريال. هذه مجموعة تحميلات. الناتج هذا اللي راح نلقاه راح نزوده للقسط الصافي اللي هو 88. فبالتالي 88 ضارب 15% زائد 88 ضارب 18% زائد 88 ضارب 3% هذه كلها راح تعطيني القسط التجاري. يعني المعادلة اللي عندك هنا في الحل، القسط التجاري يساوي القسط الصافي مضروب وبين قوسين
بين قوسين حطينا 1 زائد 18% زائد 15% زائد 3%. راح نلقى القسط التجاري هو 119.68 ريال، يعني المعمل له راح يدفع كقسط تجاري 119 ريال إلى شركة التأمين. هذا هو كيف يتم حساب القسط التجاري. العنصر القبل الأخير يعني مقدمة حول حساب قسط التأمين في التأمينات على الحياة، كيف يتم حساب قسط التأمين في التأمينات على الحياة. بالطبع هنا يا شباب شركة التأمين راح تستعمل يعني كطريقة أو كأسلوب ما يسمى بطريقة التوزيع الرياضي بحساب قسط التأمين على الحياة. يعني شركة التأمين تستعمل التوزيع الرياضي. فهنا في التوزيع الرياضي المبلغ التأمين اللي راح تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له بعد وقوع الحادث في التأمينات الحياة، بالطبع شباب يعني ذلك المبلغ اللي راح تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له بعد وقوع الحادث يساوي إيش؟ نسميه احنا التوقع الرياضي. التوقع الرياضي هو احتمال حدوث خطر الوفاة، راح نضربه في مبلغ التأمين وراح نضربه في القيمة الحالية للريال. بهذه الطريقة راح نلقى القسط الذي راح يدفعه المؤمن له الى شركة التأمين في التأمينات على الحياة. راح ناخذ ايش؟ احتمال حدوث الوفاة، بمعنى على سبيل المثال قلنا انه احتمال حدوث الوفاة هو 1%. ناخذ 1% هذه راح نضربها في مبلغ التأمين، على سبيل المثال قلنا مبلغ التأمين هو 100,000 ريال. وبعدين راح نضربها في القيمة الحالية للريال، القيمة الحالية للريال بالطبع تكون معطى. بهذا القانون يا شباب، القانون هذا يسمى بالتوقع الرياضي، التوقع الرياضي. بهذا القانون راح نلقى يعني القيمة أو القسط اللي راح يدفع المؤمن له إلى شركة التأمين في التأمين على الحياة. النقطة الأخيرة شروط قسط التأمين. بالطبع بالنسبة لشروط قسط التأمين هناك 3 شروط يجب أن تتداولها في قسط التأمين. أول شيء قسط التأمين هذا يجب أن يكون كافي لكي يغطي إيش؟ يغطي التزامات ومصاريف شركة التأمين. بمعنى يا شباب أما قسط التأمين اللي راح يدفعه المؤمن له إذا شركة التأمين راح يغطي التعويضات وراح يغطي مصاريف الإدارية وراح يغطي يعني هامش الربح. هذا الشرط أول. لو ما فيش هذا الشرط يعني شركة التأمين يعني راح تكون خسرانة، شركة التأمين راح تكون خسرانة. الشرط الثاني يقول أنه القسط يجب أن يكون منافسا أو متنافسا. يعني إيش يا شباب؟ يعني أن يجب على القسط التأمين هذا أن يكون يعني قسط منافس إلى شركات أخرى، يعني لا يكون قسط مرتفع كثير جدا، وبهذه الطريقة الشركة سوف تخسر عدة عملاء وعدة حرفاء. ليش؟ لأنه إذا كان القسط عالي جدا العميل أو الحليف أو المؤمن له راح يروح إلى شركة تأمين ثانية. فبالتالي هنا يعني يجب أن يكون هذا القسط يعني منافسا إلى باقي أقساط التأمين لباقي شركات التأمين. والشرط الثالث لابد أنه قسط التأمين هذا يجب على شركة التأمين أن تقسم المؤمنين هم إلى مجموعات متجانسة. وبالطبع يا شباب كل مجموعة راح تدفع قسط تأمين مخالف. ليش؟ لأنه المجموعة اللي عندها درجة خطر عالية سوف تدفع قسط تأمين عالي، والمجموعة التي عندها درجة خطر ضعيفة سوف تدفع قسط تأمين أقل. فبالتالي هنا لا بد أنه يكون قسط التأمين يكون عادلا، يعني كل شخص يا شباب يا بنات سوف يدفع قسط التأمين على حسب درجة الخطر اللي عندك. إذا درجة الخطر عندك عالية كثير أنت مطالب أنك تدفع قسط تأمين عالي،
واذا كانت درجه الخطر ضعيفه عندك لابد انك تدفع قسط امين اقل. فهذا ما يسمى يعني ان القسط الامين لابد ان يكون عادل. القسط الامين يجب ان يكون عادلا. هذه الوحده رقم 23. خلصنا الوحده رقم 23. لو تبغوا يا شباب وبنات نخلص الوحده رقم 24. سؤال، هل نكمل يا شباب او في طلاب عندهم محاضره؟ اوكي ما فيش مشكله يا شباب، الزملاء عندهم محاضره. يا شباب وبنات، يا شباب وبنات، الوقت يكفي لنخلص الوحدات، كافي جدا. فاضل 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 ايش؟ بكره محاضرتين ويوم الاربعاء الجاي محاضره. يا شباب وبنات بكره في محاضرتين اوكي، ويوم الاربعاء الجاي محاضره، فبالتالي راح نخلص المنهج، راح نخلص المنهج يوم الاربعاء الجاي يا شباب يا بنات، مو بكره، يوم الاربعاء الجاي يا شباب، لا مو اختياري، يوم الاربعاء الجاي راح نسوي مراجعه، راح نسوي مراجعه يا شباب، راح يتم تنزيل بكره، راح انزلكم بكره كويزات. تبع لو سمحت، تبعني لحظه لو سمحت، بكره راح يتم تنزيل الكويزات، والكويزات هذه راح نشتغلها مع بعض يوم الاربعاء الجاي. يعني بكره لابد ان نخلص المنهج، ويوم الاربعاء نسوي باذن الله مراجعه. اوكي نقدر نطلع يا شباب.